حاجه لازم يعني اول حاجه اول عناصر المنظومه دي اللعيبه. اللعيبه لازم يبقى فيه سيب مش 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 مع ضد الناس انا تقعد تقول لا لازم يلتزموا ولازم ينضبطوا، هم لعيبه ملتزمه ومنضبطه، ولكن في حاجات صغيره لو اتعالجت اعتقد الامور هتبقى احسن وهيتقفل على اللعيبه اكتر. الحاجات اللي موجوده على التواصل بعد اذنك، زي ما احنا شايفين على الشاشه وصول فريق النادي الاهلي الى ملعب المباراه. توفيق ان شاء الله. مهم جدا ان احنا نقفل مش نقفل على نفسنا، دي برضو ليها مليون طريقه. دلوقتي السوشيال ميديا انا ممكن صحفي يستفزك على السوشيال ميديا كلعيب وممكن يوصلك بمسج على الواتساب بتاعك، ممكن في مليون طريقه. فمهم جدا اول عناصر المنظومه، طبعا الاداره بتحاول تعمل اقصى مجهود عندها، الجهاز الفني والاداري بيشتغل، ده برضو بيحاول يوصل لاقصى حاجه، بس برضو اللعيب عنصر من عناصر المنظومه. بمعنى ان اللعيب برضو لازم يبقى فكره زي فكر المدرب زي فكر الاداره، وهو ده اتربينا عليه طول عمرنا في النادي الاهلي. اللعيب بيبص كابتن يوسف قالها في وسط كلامه ان اللعيب بيتاثر بمدربه. فمدربك مركز والاداره بتاعتك مركزه والناس كلها بتشتغل في اتجاه ان هي ماشيين في تراك واحد ولازم نمشي فيه كلنا، يبقى اللعيبه كلها لازم تمشي في نفس الاتجاه. انا مش بلوم على لعيب بعينه، ولكن مهم جدا في الوقت ده